انا دلوقتي بعمل بطولتي المطلقه في السينما، مفيش دور انا عملته مع الاستاذ محمد سامي ما عملش بو. محمد رمضان هو البطل، بس الناس شافت فتحي بطل، واحنا نقدر على احمد السقا ده عمنا احمد السقا ده. تقبل ان بناتك يعملوا مشاهد ساخنه؟ رد انت بقى، انا مش هرد. رد انت، ده سؤال غريب اصلا. انا مش حاسس ان انا نجحت في حياتي غير في اعمالي مع محمد سامي. انا لغايه دلوقتي مش فاهم ايه اللي حصل، بس اهو حصل يا باشا. انا اعمل مجدي يعقوب عشان خاطرك جدا. مفيش الكلام ده. لو قعد اليوم كله في مشهد بس لازم ياخده مشهد يتوح. مفيش حد بيقدر يضحك على الجمهور. عامله اختي. اختي عادي مفيهاش حاجه يعني. ليه مش ناقصه؟ مش ناقصه. مش عارف اقول لك ايه.